اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا الكوارع، وبنعمل الكوارع النهارده بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتابعونا من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، وكمان اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله ام. يا شيف مغازي، الكوارع ما شفناكش عملتها بقالك وقت كبير، احنا معتاد منك تعمل الكوارع دايما بطريقه جديده، فانا جاي على بالي النهارده اعمل الكوارع طاجن بالحمص الشام، يعني الاثنين بروتين، بروتين نباتي وبروتين حيواني، ولكن البروتين الحيواني اللي معانا النهارده مختلف الشكل واللون والطعم، ما هيش الهبره الحمراء ولا هي الرقبه الضاني ولا هي الفخده الضاني ولا الكتف الضاني ولا الكوستاليتا، دي كوارع. كوارع غنيه بالكولاجين الطبيعي، كوارع يعني بتوفر عليكي تروحي لعياده طبيه امراض جلديه، يعني مفيده للجلد، مفيده للبشره، مفيده للشعر، مفيده للعظام، حاجات لطيفه مش هتخلينا نركب الاسانسير، ناخد السلم في درجتين للدور العشرين. دي الكوارع بتاعتنا النهارده اللي هنعملها طاجن بالحمص الشام. معانا الكسكسي، ولما نقول كسكسي بشوربه الكوارع يعني سمع هس، هنعمله كسكسي بالدمعه، الدمعه يعني طماطم متسبكه واخده حقها على النار من الوقت الكبير مع تومه وبصله مع صوص طماطم، وما تنسيش معلقه سكر عشان الحموضه. اما العصير بتاع النهارده للامانه هو عصير قيمته الغذائيه عاليه جدا، في نوع من انواع الخضار متهم ما بين ان هو يكون خضار او فاكهه اللي هو البنجر، لانه غني بالسكريات ومصدر غني جدا للسكريات، فهنعمله النهارده مع العصير البرتقال وعصره ليمون وعسل، فاكيد العصير ده بيتكلم عن نفسه، اذا كان برجر يعالج الانيميا او برتقال غني في فيتامين سي او العسل اللي احنا مش محتاجين نتكلم عنه. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعت النهارده للامانه، وفيها شغل كتير، يعني ايه اجيب كوارع واقطعها واسلقها واخدم عليها عشان اخد الشوربه بتاعتها. تسمحوا لي اخد فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد، اوعوا تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الكوارع على النار عشان نبقوا كدابين لو قلنا الكوارع دي هتستوي في وقت البرنامج. الحقيقه طبعا لازم حضراتكم تعرفوا كده، الكوارع دي بتتجاب، بتتغسل كويس، مقاديرها على الشاشه بعد اذن الاساتذه، مقادير فته الكوارع او نقول طاجن الكوارع بالحمص، بلاش فته، مش هعملها فته، طاجن الكوارع بالحمص، المقادير على الشاشه. كوارع حلو، لا الحله فيها من خيرات الله. اهو عينيا، انا عارف انك في الاخر عايز اللي ايه الكارع، اهو كوارع تجيبها الملحمه، ولما تيجي تشتريها من عند الجزار يا اختي يا امي قولي له عايز الكوارع الاماميه ليس الخلفيه، علل ولماذا. انا كنت اتعلم من ابويا رحمه الله عليه يجيبها من الجزار الاماميه. ليه؟ علشان بتبقى الاماميه ملحمه، يعني عرفنا بقى مع الوقت والتفاصيل وتتسلق ونشوفها قدام عينينا نلاقي الاماميه دايما بتكون ملحمه. انا عارف دلوقتي هيبقى في جدال وانتوا قاعدين بتتابعوا القناه وبتتابعوا البرنامج، لا انا بشتري الخلفيه بشتري الاماميه، ده لو عجل صغير تبقى ملحمه وهكذا، انا ماليش دعوه، المهم ان انا اوصى على كوارع تجيني بطريقه جديده وزي الفل. حلو قوي، هناخد الكوارع تتغسل كويس، وبعد ما تتغسل طبعا بنقطعها، والراجل الجزار بيقطعها بمنشار دلوقتي، الموضوع اتطور، كان الاول يقطعها بسطور، وتتحط مع بصل وطماطم وبوكيه جرنيه على النار لغايه لما تستوي، ونعدي المرحله بتاعه السوى دي مهمه جدا على فكره. تاخد بقى ايه، حبهان كزبره، فلفل اسود خشن او فلفل اسود حب، ومعانا فلفل حار فيها في قلبيها اهوت عشان الشوربه يبقى لها طعم حلو، فصين توم حلوين، عندك حته جنزبيل طازه مش هتقول لا، فص مستكه عشان الزفاره مش هتقول لا، تغلي الكوارع مره وبعدين تتخلصي من الميه بتاعتها وبعدين تسيبها تستوي على النار وتاخد راحتها، هي دي الكوارع اهي زي الفل يا عم الشيف. نيجي لموضوع الكوارع بقى يا عم الشيف، واكيد قصتها طويله معانا، لازم بقى هي سخنه خلي بالك وبتغلي على النار، محتاجين نخليها ونطلع اللحم، وانا مش بحب العظم بتاعها، ممكن نسيب العضمية الصغيرة ونشيل الخضار ده نحطه في قلب الطاجن. فهستأذن حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف الكوارع دي وهي ملزلزة كده مع الحمص الشام مع الخبرة الطهوية مع الدمعة في قلب طاجن، ونقدمها بألف هنا وشفا. اوعوا تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. للأمانة في الفاصل قاعد أتغزل في الكوارع. طبعا خليناها في حتة من الكوارع ما أحبش أخليها، أحب أستمتع وأتلمس الدوفر بتاع الكوارع وهو ملصدص كده. حلو الكلام. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. طاجن بالحمص. الحمص معانا سلقين شوية زي الفل اهوت جاهز، ممكن مع جزراية بقرن فلفل كده. ده الحمص الشام بتاعنا، هنخليه على جنب كده. وتعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل طاجن الكوارع. ادي شوية سمنة كده زي الفل مع معلقة زبدة حلوة. طبعا انت لو هتعملي برضو الطاجن ده هتعمليه احسن مني، لان انتوا الستات المصريين بالذات شطار في عمال الكوارع، البمبار، السجق، الحاجات اللطيفة الحلوة دي اللي ممكن فيها خبرة طهوية من ست البيت. معانا السمنة، معانا شرايح من البصل لطيفة كده. الله على البصل الأحمر ده لما يتحط كده مع الطاجن. بستنى على البصلة دي تاخد لون. الله أهو. فلفل الرومي بتاعنا زي الفل كده. قرن الفلفل الحار اللي بيحبه جوزي في قلب الطاجن، نحطه هنا كده. ناخد الكوارع مع بعض بقى نصفيها. اللهم صل على النبي. شيل الكوارع بقى. الله اهي. وبعدين ده فكر جديد، يعني ما تبقاش الطاجن كله كوارع بس. وجود الخضار هنا مع لحم الكوارع مفيد جدا، يساعد على الهضم، تبقى المعدة كده فيها ألياف تساعد على الهضم بوجود الكوارع. أنا ما بحبش أكلها لوحدها، أكلها مع فتة، أكلها مع خضار، أكلها مع حمص. كل مضرب المعلقة في الحلة يطلع فيها كوارع. مرزق يا شيف أهو. الله هو ده. حبهان الشوربة حلوة، البصلة المستوية. أعشق البصل المستوي مع الكوارع. أعشق البصل اللي مستوي جوه الملوخية. عندنا الحبهان حلوة أوي. زي الفل كده. الشوربة ناخد شوية شوربة صغيرين. عشان هندخلها الفرن دي، تخلي بالك. خلى الفرن تتسبك بقى كده وتبقى لطيفة وحلوة. ادي الشوربة. بنحط البصل ده كده على الوش. نعم حاضر، شيل دي من هنا خالص اهوت يا فندم. عينيا انا عارف انت عايز تشوف المضمون. زي الفل. ناخد الحمص الشام. اللهم صل على النبي. يعني ايه بروتين حيواني وبروتين نباتي؟ حمص الشام مصدر غني جدا للبروتين النباتي، كلنا عارفينه. استخداماته كتير، بداية من طبق الحمص الشام بالطحينة اللي اخواننا الشوام شاطرين فيه. يخش في الشاورما، يخش في الطعمية، يخش في الفلافل، لغاية لما نعمله سلطة، لغاية لما نعمله ايه؟ بليلة. شفت الحمص زي الفل. تمام. عندي صلصة الطماطم اللي بتتسبك الجميلة الحلوة بتاعت الكسكسي. مدلع أنا الطاجن ده. خلي بالك أنا حاطط شوية شوربة من شوربة الكوارع على الطاجن. عندي معلقة سمنة حلوة. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هو ده هو ده. زي ما هي كده يا عم الشيف على الفرن. اللهم صل على النبي. درجة حرارة الفرن عندي 180. بص على الحلاوة، بص عليها نظرة الوداع. الطاجن ده في خبرة طهوية وخبرة السنين. كوارع يعني كولاجين طبيعي، يعني مش هنخبط عيادة دكتور الجلدية من الآن. لو انت كلتها على الأقل مرة في الأسبوع، بس لازم ناكلها صح، ولازم تتغسل كويس، ولازم نشيل الزفارة بتاعتها. خليها ولا هزها؟ عينيا اهي. انا عارف ان انت بتتغزل فيها. المخرج الجميل لما بيعجبه صورة حلوة بيتغزل فيها بالصورة الحلوة اللي تعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. إيه الحلاوة وإيه الجمال ده؟ سيبها تكتك على النار كده، ما تغطيهاش.
انا عايزها تتبخر كده لان فيها خل وفيها طشه، والصلصه بتاعت الطماطم او التخديعه انا مخدم عليها كويس لان هنحط منها على الكسكسي بتاعنا. ادي الكوارع بتاعتي جاهزه، باخدها زي ما هي كده يا عم الشيف، الله، وادخلها الفرن. بص عليها في الفرن برضه وصلي على الحبيب قلبك كتيب. سيبها في الفرن بقى تاخد وش، بالشكل ده كده. يلا هو ده، ايه الحلاوه دي؟ طاجن الكوارع بالحمص بتكنيك علمي طهوي في قلب الفرن. انا كده كوبايه شوربه كوارع، وده بيطلبها من الست الزوجه او الوالده لما بنعمل كوارع، عايز كوبايه كوارع شوربه عشان نلخص من الاخر. فانا معايا شوربه الكوارع اللي كنا شايفينها من البدايه، اللي هي الكوارع مهريه فيها ومستويه. عملت ايه يا عم الشيف؟ صفيتها للامانه. بعد ما صفيتها بقت عندي بالشكل ده كده. بص على الكوارع دي، اللون الابيض الحلو ده كده، اعرفيها حلوه ازاي؟ ببياضها. شمعه. دي شوربه الكوارع. فيها الحبهان، فيها ورق اللورو، فيها المستكه، فيها الفلفل الاسود المجروش اللي واخد الطعم بتاعه، فيها طعم الخضار كله. اوعي تحطي فيها طماطم، خلي بالك عشان الطماطم هتديها لون، انا عايزها بيضه كده حلوه زي الفل. دي شوربه الكوارع جاهزه عندي، ونخليها تغلى على النار مع عصره ليمون. هتدعيلي عصره ليمون واحنا بنشربها، الليمون يتقدم جنبها كده، نزود ليمون، نقلل الليمون حسب الرغبه. هنقدمها ازاي دي شوربه الكوارع؟ جنب الكسكسي، اللي عايز يزود مع الكسكسي شويه شوربه كوارع اهلا وسهلا. بس انا ليا ملاحظه كده صغيره. ايه هي؟ معايا حمص، ايه رايكم لما اخده كده احطه على الشوربه؟ بما ان الحمص مفيد، بروتين نباتي، بيلعب دور كبير جدا في القيمة الغذائية بتاعته. معايا التخديعة الحلوة الجميلة، فاكرينها؟ الحلة معايا، باخد معلقة كده بحطها على شوربة الكوارع. ده الكلام، دي المسائل بقى. تخديعة، اخد الشوربة دي كده زي ما هي، اللهم صل على النبي بألف هنا وشفا اللي يشرب منها. دي كوباية الشوربة يا غالي اللي انت عايزها. اللهم صل على النبي، نازلة في الحلة بتتكلم مصر، أو في البولة، أو في طبق الشوربة. شوية الحمص دول أنا عايزهم مع البصلاية المستوية في قلبيها، ألف هنا وشفا. لا ده الطبق ده فيه تفاصيل كتيرة، فيه تركيبة من البهارات وتركيبة من التوابل والمستكة والحبان والبصل والجزر، كل ده في قلب الإيه؟ الشوربة. حلو الكلام؟ كده احنا خلصنا اي حاجه على النار، نشيل كل حاجه على النار ونطفي البوتاجاز بتاعنا عشان التبذير انا ضده. فاتوره كهرباء، فاتوره غاز، ليه؟ طالما انا خلصت شغلي اطفي ده كله، لان الشغل بتاعي دلوقتي فين؟ مع الخلاط. حلو الكلام؟ وما تنسيش الحاجه على النار، رقم واحد هتستهلكي غاز كتير او كهرباء كتير، رقم اتنين الحاجه هتنشف منك على النار، رقم ثلاثة ممكن وارد تتحرق منك الحله او الطاسه تقعدي تغسلي فيها يوم كامل. حلو الكلام؟ تعالوا مع بعض نشوفك. حاضر يا غالي، هوريك الكوارع، بص عليها. لا تستاهل ان انا اطلعها من الفرن، ابن حلال. كوارع الف انا وشايفها، ده مكانها. لا الكنترول ده بعد ما نخلص. بص على الحلاوه بقى وهي طالعه كده، حلويات حلويات حلويات. طاجن الكوارع بالحمص، ألف هنا وشفا. لا دلعه ده بقى، ده ياخد حقه. ده الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. دي الصورة الحلوة اللي تعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى. تعالوا شوفوا مع بعض العصير هنعمله إزاي. عصير يعني نغير الجلافزات بتاعتنا، نغير المعلقة، نغير الشوكة وهكذا. نعقم إيدينا لأن هنشتغل في بنجر وبرتقال وزي الفل. تقطعي بطيخة، لازم برضو تأميني على الحاجات دي كلها، وده مهم على فكرة. يعني الحاجات الصغيرة دي بتفرق معاكي في المطبخ، ممكن تتعبي على أكلة دي، والأكلة دي طبعا البصل والثوم أساسي فيها. جيت قطعت بطيخة بقى، والحتة البطيخة في الصيف بعد أكلة الكوارع حكاية، فتيجي تلاقي السكينة ريحتها ثوم، والراجل خلص الأكل كأنه بياكل لسه كوارع، ريحة الكوارع في البطيخة مع السكينة والثوم، يبقى شكلنا وحش قوي على السفرة. خلي بالك الحاجات الصغيرة دي ما تفتكيش، خلي بالك ما تخليهاش تعديكي. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.
ترجمة